بدأت أعمار التصفيات النهائية لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها 21 بمشاركة 129 مترشحا من التصفيات التمهيدية الأولية من المتأهلين من المواطنين والمقيمين الذكور والإناث في مختلف فروع المسابقة، والتي تنظمها مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بحكومة الشارقة للوصول إلى المراكز الأولى. حضر مراحل تصفيات القرآن الكريم للذكور كل من سعادة سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وعمر علي الشامسي مدير المؤسسة ورئيس لجنة المنظمة للجائزة عبد الله خلاف الحسني، وجمع من معلمي المؤسسة والمشاركين وأولياء أمورهم. وشهدت التصفيات منافسة قوية بين جميع المشاركين، حيث رصدت المؤسسة جوائز قيمة لكافة فروع المسابقة تصل إلى 1,000,000 درهم برعاية حصرية من قبل جمعية الشارقة التعاونية.